بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان حلقتنا التقرير السياسي السنوي عن حالة المغرب من قبل جماعة العدل والإحسان. جماعة العدل والإحسان تعتبر واحد الجماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في المغرب، وكاين دول أخرين كاين فيهم جماعات. الغرض ديال هاد الجماعات هادي جوج الحوايج: الحاجة الأولانية باش يعيش الإنسان الدين ديالو، تيديروا ليه المحيط والمحضين فاش غادي يعيش هاد الدين هذا، لأن المجتمع مفتون. والحاجة الثانية ما يمكنش باش غادي يتحقق الحكم بما انزل الله على الصعيد الفردي، تيخصي تجامع واحد المجهودات واحد الجهود ديال واحد العدد ديال الناس بواحد الخطه واضحه مكشوفه ما فيها لا سريه ولا عنف ولا تعامل مع الخارج. فهاد الجماعه هادي تتعتبر حسب الاحصاءات والتصريحات لا ديال الدوله ولا غيرها من الاحزاب انها اكبر قوه في البلاد. هنا تيجي التساؤل: منين جات اكبر قوه؟ ياك هذه الجماعه هذه تتهم بانها غير قانونيه رغم القانونيه ديالها ورغم الاحكام الصادره الابتدائيه والاستنافيه والنقد الابرام انها جماعه قانونيه. علاش تقول في الوسائل الاعلاميه غير قانونيه محظوره؟ باش يخوفوا عباد الله، لانها جماعة صادقة. زيادة على الدعايات اللي مطلقة انها جماعة خرافية تتعتمد غير على ديال الرؤى وكلام الناس اللي هما ما فاهمينش، وغالبية الشعب تيمشيو مع هاد الشيء هذا. اي هادو معتمدين على الرؤى، على 2006، على كذا 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 كذا. ولكن حين نجيو للداخل تنصيبوا هاد الجماعة هادي في مجالات ديال الدين تتحاول تحيطو من جميع الجوانب. الشعار ديالها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. عند المجال التربوي، عند المجال الاجتماعي، عند المجال الشبابي، عند المجال النسوي، عند المجال السياسي، عند المجال التكويني، معنى جميع المجالات. أي واحد عنده شي تخصص في هذه الحياة هذه بالنسبة للمهنة ديالو والعمل ديالو والوظيف ديالو غادي يصيب بلاصتو في وسط هذه الجماعة. رغم المضايقات، رغم ان ما مفتوحاش لهذه الجماعه هذه لا الوسائل الاعلاميه اللي هي مفتوحه للغير ولا الوسائل الاخرى اللي هي ديال القاعات وكل شيء، ممنوع ممنوع. فلهذا رغم ذلك والعدد ديالها تيزداد، لان المساله ديال الحق وديال الصدق ما يمكنش باش غادي نطمسوه لا بالقوه ولا بالدعايات ولا حتى شي حاجه. فنخليو اللي تيقول الدعايه تيقول ونجيو نشوفوا الواقع. هاد الجماعه هادي المباركه عندها واحد الجناح تربوي وهو المهيمن هو الاساس، وعندها جناح سياسي اللي تيتسمى الدائره السياسيه. الدائره السياسيه ماشي هي المهيمنه بحال بعض الجماعات الاخرين وصافي وتيوليو هادوك اللي فيها هما الاعلى. لا، جميع الافراد اللي هما في الدائره السياسيه يخضعون للنظام التربوي، لانه التربيه ثم التربيه ثم التربيه، وعمل دون تربيه النتيجه ديالو هو شيطانه وما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تكون فيه يرجى فيها الخير. الدائره السياسيه فيها اطور يشهد لهم حتى بالنسبه للدوله لانهم موظفين في وسط الدوله. هاد الاطور هادو تينقصوا من الاوقات ديالهم، تينقصوا من الراحه ديالهم، وتتصيبهم ليك. لو كان درنا هذاك الشيء ديال سميتو ديال جوجل ايرث اللي باش تشوف الاسفار اللي كاينه من جيوبهم، ما كاينش شي جهه اللي تتمولهم، لان عندهم الشعار ديال ثلاثه: لا للسريه، لا للعنف، لا للتعامل مع الخارج. والدوله حتى هي ما تتمولش، بل تتحاصر، بل تتصادر. ورغم ذلك تتصيب تيعطيو من المال ديالهم والاصفار ديالهم من هنا ومن هنايا، ومن هاد النتيجه ديال هاد الاجتهادات ديالهم
كل سنة تيديروا تقرير سنوي، تقرير سنوي ديال المغرب. وقت تصيب كل سنة عندهم تقرير سنوي. هاد السنة هادي دابا اللي حنايا تنعيشوها، كاين دارت هاد الجماعة هادي تقرير. علاش؟ باش ما حيت لنا تنجيو نشوفوا بالنسبة لمناسبات وطنية ويبينوا لنا في التلفزيون المغرب كأنه هو أول دولة في العالم، ويبينوا لك كذا كذا كذا، ولكن في الواقع راه هاد الشيء غير. هاد الشيء هذا ونعطيو نقرب باش نقرب المسائل ديال هذاك الشيء. واحد مشى عند واحد قال لي عافاك سلف ليا الحمار ديالك باش نهز بيه في السوق. هادشي عنده في البوادي، شتي سلف الجي، سلف ليا الحمار ديالك ندي نتسوق به. قال له ودي مات. فالحمار بدا تيغوت، بالدارجه تيهرنط من اللور. قال لي ها هو. قال لي واش تيقتل الحمار وما تيقتلنيش انا؟ فحيت جيت تصيب لك في التلفاز هذاك الشيء، وفي الواقع تتصيب لك بأي بلاصة قصتيها إلا وتتصيبها لك. النسبة رجعنا حتى الناس ولا تيتمناو غير كون كان شحال هادي أفضل من دابا، رغم أن اللي شحال هادي راه ماشي في المستوى ودابا ماشي في المستوى، ولكن شرون هو أكثر من شرين، حتى ولينا تنقلبوا غير على الشر اللي فات. فالدائرة السياسية لعدل الإحسان تصدر التقرير ديالها السياسي السنوي على الحالة ديال المغرب، تدير فيه كتاب إحصاءات حقيقية ماشي إهامية، باش يبين بأن هذه الجماعة هذه جدية بغات الخير للبلاد. أجي فتحوا ليها المجال، ما بغيتوش تفتحوا ليها المجال شدوا هذا الشيء هذا وعملوا به نتوما، لأن المهم ماشي شكون اللي دار، وإنما المهم أن ذاك الشيء خصو يدار. فلا درتو ولا خليتو اللي يدير، بمعنى أنه بغيتو الفساد، ولكن الله عز وجل مع أهل الحق ولو اضطهدوا ولو ضيق عليهم لأن الله معهم. فلهذا نجيو لهذا التقرير السياسي الصادر على الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ونشوفوا المحاور ديالو. ما غاديش نشوفوا كاع هذاك المحاور، شوفوا غير العناوين، لأن الناس ما عندهمش ذاك النفس باش غادي يقرا هذا الشيء ويقرا الإحصاءات، ولكن يعرف بأنه راه ما كاينش اللي غادي يكذب عليه، لأن المسائل إحصائية، مسائل واقعية، مسائل مشهود لها بالنسبة للعدو فضلا عن الصديق، وتقارير ما كاين ما غادي تخفى في هذا الإطار. فهذا التقرير هذا جا 11 المحور، جا التقديم أولا، جا واحد المحور العنوان ديالو استفحال تغول السلطوية. معناها سي بحال تغول السلطويه، حيت جات الاحداث هذه ديال كورونا، معناها اشنو تنشوفوا تنستافدوا؟ تنصيبوا بان السلطه بدل ما تخدم وبدل ما تقوم بالعمليه اللي هي تخصها تقوم بها لخدمه الشعب، شدتها مناسبه باش غادي تعطي الاوامر ديالها والسلطه ديالها. سدوا في 9، شي مره عاود سدوا في 10، شي مره عاود كذا كذا، عاود حلوا، جاوا على ما يتحلوش، السواق يتحلوا، شنو الفرق ما بين الجامع وما بين سميتو السواق؟ الجو ما غادي يتحلوا، البلايص ديال الوضوء ما يتحلوش، والقهاوي مقابلين معاهم فيهم البلايص ديال التواليطات محلولين، بمعنى ديك السلطه تدير بها ما بغات. وهنا شدتها في حاله الطوارئ، هنا كاين هذا المحور هذا اللي هو استفحال تغول السلطويه. المحور الثالث الوضع السياسه الخارجيه ازمات متعدده. المحور الرابع الوضع الاقتصادي، التحكم فوقي وفساد بنيوي، تحكم فوقي وفساد بنيوي. انا نعطيو مثال غير هادشي، مثلا نعطيو دابا ديال هادشي ديال المازوت وليسانس. وزير الداخليه قال لك بغا يجمع هذوك الرؤساء ديال هاد مالين البومبات ديال المازوت وليسانس، اشنو باش غادي يتحاسب معاهم وكل شيء. واش فهمتي اش تدير؟ معناها حيت غادي تجمع هاد الرؤساء، من غادي تجمع؟ غادي تجيب حتى رئيس الحكومة حتى هو، لأنه هو راه داخل في هذا الإطار هذا، مع أنه قانونيا وشرعا وممنوع تجمع ما بين الوظيف وما بين التجارة. وهذا هو العلامة ديال الفساد. أنت غادي تقول للرئيس ديالك وتحاسب معاه في هذا الإطار هذا، ما يمكنش. ثم حتى الداخلية ماشي هي اللي غادي تقوم بهذه العملية، خص الحكومة. فلهذا تنصيبوا الوضع الاقتصادي في تحكم فوقي وفساد بنيوي، في البناء ديالو كاين فساد. بالنسبه للمحور الخامس الوضع الاجتماعي، كاين تأزم مزمن للاوضاع
وتنامي مستمر الاحتجاجات. ما ولاو دابا بحال هذاك اللي تيكون خدام في شي الماكينه ديال الطحين ولا النجاره ولا شي حاجه، ولفوا داك الصداع هكا. دابا ولاو ولفوا الناس راه تيخرجوا للزنقه ويهزوا الاحتجاجات، ما كاينش اللي تيسويه ليهم. ولا في حين انا كان واحد الوقت الى غير شي حاجه هكا صافي تيقولوا قامت القيامه، دابا صافي غوه تحتها تعيا. هذه المحور الخامس، وكل محور فيه تفاصيل وفيه احصاءات. المحور السادس، الجانب ديال النساء المغربيات، المعاناة ديالهم من عمق الاختلال. راه ماشي قضية ديال الورد قدهم مع رجال ولا خروجها للزنقة وتتولي لا هي في الزنقة ولا هي في الدار، وتولي الأزمات ديال الطلاق وديال اللي ترتفعات النسبة ديالو. راه ماشي هكا تتحل المشاكل، وإنما تخصنا تحل المسائل من النظرة العمومية، لأن الظلم تلحق كل شيء وحتى من هذا كل شيء هذا المرأة. فالنساء المغربيات عندهم معاناة من عمق الاختلال، ماشي غير عاود النساء، حتى الشباب. هذا المحور السابع اللي تتكلم عليه التقرير هذا، واقع مأزوم ومستقبل غامض. وهذه محاضرة درتها في القنيطرة بالنسبة للشباب والمستقبل، إيعاز منه مطالب منهم باش نبين لهم. لان كان الواحد تقول ليه اشنو غادي دير، تيقول لك انا بغيت نكون طبيب. انا دابا تتسولو تيقول لك ما عارفش، راه لحق البكالوريا، راه في الجامعه، غادي يشد لا ليسونس، يقول لك ما عارفش اش بغيت نكون كاع. علاش؟ لانه المستقبل غامض. المحور الثامن، اجراءات الطوارئ فيها تكريس الانتهاكات. هاد الطوارئ هذه باش غادي يكون الانتهاكات بزاف والتكريس ديال الانتهاكات. المحور التاسع، فتح المساجد اخر ما تتفكر فيه السلطه السياسيه، كل شيء تحل. والجوامع بيوت الله اللي تيمشي والناس موضيين طاهرين، الطهاره الكبرى والطهاره الصغرى، ونقيين بالبيت الله باش حنا نطلبوا سيد ربي يهز علينا هذا الغضب. لا، هاد الجامع هذا تيخلعونا، فلهذا حنا غادي نشدوا الجامع اخر ما تتفكر فيه السلطه السياسيه. المحور العاشر، الاعلام، الجانب ديال الاعلام، قمع الراي المعارض ودعم التفاهه. تفاهه الخوال خاوي دعم، ولكن بالنسبة للرأي المعارض يتم قمعه، إما بالسجن، إما بسميتو السحب ديال كذا، إما بالتهديد، إما بالقمع، إلى غير ذلك. والمحور الآخر هو على سبيل الخصم. غادي نشوفوا شي شوية من المقدمة، وغادي نشوفوا أخيرا الختم اللي غادي يعطينا واحد ثلاثة ديال النقائص. نجيو للتقديم. هذا التقرير هذا اللي هو ذات جماعة العدل الإحسان، التقرير السياسي على الحالة ديال المغرب، هذا تيغطي هذا التقرير السياسي المرحلة من شهر أكتوبر 2019 حتى لشهر ماي 2022. وتيعرض هذا التقرير هذا مجموعة من المعطيات اللي تتكشف في عدد من المجالات العامة للمغرب، المركز بالأساس على أبرز القضايا اللي تفاعلت داخل المغرب في هذه الفترة هذه. واتخذت الدولة عدة إجراءات تصفات هذه السياسات ديالها للتعاطي مع الأزمات المعقدة، اللي هي ماشي فقط جرة بل زادت الأزمة أزمة. وعطيت في واحد المثال في هذا الاطار هذا ديال شي وحدين جالسين في الدار ديالهم في الباديه، عندهم واحد الفنار، فاذا به يدخل واحد العتروس وقف هكا. ف مول الدار البو قال لولده البالغ الكبير يديه لمنيه، قال له حمادي، قال لي نعم، قال لي شد العتروس. حمادي اش دار؟ ناض نقز واحد النقزه، قلب الطبله، قلب الفنار، فإذا به البو بدا تيحس بالركبات ديال حمادي في العنق ديالو، وبالنسبة للرجلين في الصدر ديالو غادي يتخنق، وبقى تيقول لهم شوفوا شدوا حمادي وخليوا العتروس. هكذا باش تنوض الدولة تقوم بالدور ديالها اللي هو فيه إخلاص. في الأول أنا شت أنا شي وحدين مالين الكسوة جزاهم الله خيرا تيبكيو تيبكيو فهادشي ديال كورونا ديال المعاناة، ولكن بان بانه المسيرين ما عندهمش هذاك الجديه ديال هاد مالين الكسوه اللي هما خلاو وليداتهم وكذا، الله يجازيهم بخير، هذوك الاطباء كذلك هكذا، كالجديه
تتصيب لك معمل باش انا غادي نبقى محافظ عليه خدامين فيه الناس، حتى تتصيب لك بؤره في واحد العدد اللي مرض، وبالنسبه للناس مساكن اللي حوينيتات باين شي قتات مسدود عليه، لي سوبر مارشي محلولين. معنى كاين تناقض في هذا الاطار هذا، وبالتالي هذه التدخلات هذه اصطال الشعب المغربي بناره في كل مناحي الحياه ديالو، وبقات قاصرة على إخراج البلد من المعضلات ديالو، رغم الدعاية والتضخيم اللي تيبشروا الإعلام الرسمي، وهادشي اللي تتأكدوا أرقام محلية ودولية استمرت في الرسم ديال واحد الصورة كحلة على الأوضاع العامة ديال المغرب، الأمر اللي تيمتحن الجدية ديال الدولة والصدق ديال الدولة في الاصلاح ديال الاحوال ديال الشعب والعمال على توفير ظروف لائقه للعيش ديال هذا الشعب هذا، والاستفاده من الخيرات ديال البلاد ديالو، والتمتع بالحريه ديالو والكرامه ديالو. نجيو للختم، هذا الشيء دابا حنا شنا هذا الختم، والتفصيل راه كاين هنايا في هذا الكتاب، اللي هو الا جينا نشوفوا على حسب الاعضاء اللي تدخلوا باش يجيبوا احصاءات ومن البلدان المتعدده باش يديروا لقاء باش يجيبوا هذا الشيء هذا باش يبينوا الجديه ديالهم وناقصين من الراحه ديالهم وكل شيء. لاش؟ لانه بغى الخير للبلاد، وما ديناش في الدعايات اللي تتقال، وما ديناش المحيصر اللي عليهم، وما ديناش المضايقات، لانه بغاو الرضا ديال سيد ربي سبحانه وتعالى. وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربي الاعلى. فعلى سبيل الختم، حنا تنختموا هذا التقرير هذا، تنجدد التاكيد على ان المشهد السياسي المغربي طيله السنوات الثلاث الاخيره طبع بواحد ثلاثيه مركزيه، المجمل ديالها هي زياده التمكين ديال الاستبداد وترسيخ الفساد، وهي الحالة اللي انتشرت طيلة ما سمي بالعهد الجديد، والتخفي موراه عناوين تمويهية براقة زادت هذه الصورة هذه، وبانت وتكشفات وتفضحات في البداية ديال الأزمات ديال كورونا واستغلال الجائحة لترسيخ المزيد من السلطوية. بالنسبة للحالة الثانية، زيادة التضييق على الحريه ديال الراي والتعبير، وهذا واحد الملمح بان وسود السجل الحقوقي الاسود اصلا للسلطه المغربيه داخليا وخارجيا، والسجن ديال الصحفيين والمدونين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين، هذا مثال باين واحد من اعداد ديال الامثله وابرز الملامح ديال التضييق في الحرية التعبير. تكلم، أنا لا أتفق معك، ولكن أساعدك أن أنشر رأيك حتى يسمعه الناس. صافي، في ديك السلطة ممنوع ما يتكلم شي واحد بخلاف، رغم أنه هذوك الناس كاينين الأغلبية ديالهم اللي بغاو الخير للبلاد. النقطة الثالثة هي زيادة الهرولة نحو التطبيع. واش اليهود أعداء الله اللي دار سيد ربي أطول سورة في القرآن سماها بالبقرة باش يبين الحالة النفسانية ديال هاد اليهود هادو اللي عمرهم، كيقول لك لو ترك الحمار نهيقه والأفعى لسعها ما ترك اليهودي عناده، داك الشيء علاش نقولوا أما هي وما لونها. فحنا كنا تنتعاملوا شحال هادي مع اليهود، ولكن داك الشيء تحس الطبلة. دابا زادت الهروله نحو التطبيع والتمكين للكيان الصهيوني، وهذا هو التدحرج اللي هو غادي باش يزلقنا في الهاويه اللي انفضح مع القرار الرسمي، الاعلان ديال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني في دجنبير 2020، باش يشد هذاك الطريق ديالو بعد ايقاع سريع ومحاوله لنقل هذه السقطه هذه من الحدود ديالها السياسيه، باش غادي تعمم جميع المجالات ديال الاقتصاد وديال الاجتماع وديال المعرفه وديال الرياضه مع اليهود. غير ان اللافت ان هذه المعضلات الثلاث اللي ذكرنا دابا هي في الحقيقه ديالها نقائص ثلاثه، فهي نقص في الديمقراطيه والحكمه، ونقص في الحقوق والحريات، ونقص في المبادئ والقيم. معنى حيت نقولوا بالنسبه لزياده التمكين في الاستبداد، بمعنى ان هذه عندها تتكون المضايقه ديال الحقوق ديال هذا الانسان هذا المغربي. فلهذا نجيو نشوفوا هذه المساله هذه،
في التقرير ما نساش قال لك اودي كاينين واحد الجوانب اللي هي مزيانه بالنسبه معنى ديكرو المسائل اللي هي مزيانه، ولكن هذه المزيانه هذه في وسط هذا الشيء هذا كاع كله ما بقى تيبان بانها راه عندها شي حاجه اللي هي تذكر. كل شيء غلب عليها، والشيء اذا غلب فيه الشر على الخير كان لجانب الحرمه، كما قال سيد ربي سبحانه وتعالى في الخمر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، فلهذا اصبح كله ضرر. امام هذا الواقع المؤلم لصد التقرير اهم الجوانب ديالو اللي تيزداد رسوخا بسبب السياسات تيرفض مالها الا باش غادي يمشيو معرضين على المنبهات ديال الخطر اللي ولات تدوي بقوه في الاونه الاخيره، لا يمكننا الا ان نزداد اقتناعا بهذا الشيء اللي تنطرحه منذ سنوات على المشهد العام بالفاعليه ديالو المختلفين. فلا مدخل حقيقيا الى حل ازمه المغرب المسحله الا بالبحث على اسود جديده وركائز متينه لانطلاقة مغايرة وإقلاع جاد. المنطلق هو الحوار، الحوار الحر والصادق اللي غادي يجمع أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم. المغاربة راه الضربة اللي تجيني أنا بالتوجه ديالي وانت في توجه اخر راه كلنا مشاركين في الضربه، فلهذا لنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولن نستطيع ان نصلح حال المغرب الا بترك الشقاق فيما بيننا والتعاون على اصلاح البلد بكل جديه. وما يكونش الغرض ديالي انا نحيد هذاك باش نجي انا في بلاصته، راه سيد ربي سبحانه وتعالى راه غادي ينكسني وغادي ما ينجحنيش اذا كان الغرض ديالي انا غير نحيد هذاك ونجي انا في بلاصته. لا، الغرض هو نصلحوا البلاد، واخا يكون هاد الاصلاح هذا ما غاديش نعيشه انا ولكن يعيشوه وليداتنا، واخا نضحي انا بالنفس والنفيس ولكن يعيشوا ما بعد، لانني انا ما بغيتش الاجر هنايا وانما بغيت ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وابقى. هذا مجمل هذا التقرير السياسي للحالة المغربية بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، الجماعة القانونية التي لا تعمل في سر وإنما في وضوح، رغم التضييق الممارس عليها، رغم العنف الممارس عليها، لأنها تريد الخير للبلد ولأهل البلد وللذين يحكمون في البلد، بغت كل واحد يتوب لله عز وجل، فهي جماعة التائبين وتدعو الناس إلى التوبة. والسلام عليكم ورحمة الله.